والله احنا يا شيخ يعني بنعينا من الكهرباء، وبعدين الكهرباء طول النهار طول الليل امبارح ما جتنا، وبتجينا بس 4 ساعات، وبعدين عندك الادوات رمضان اللي بتجيهم في رمضان للسحور للفطره كله خرب بسبب قله الكهرباء عندنا. والميه البلديه بطلت تجي، صرنا يعني لين الحين تقريبا 4 ايام فيش ميه، الواحد يتحمم ولا اي حاجه، لانه الميه بتجي على الكهرباء والكهرباء قاطعه، لو تجيبها بتجي تعبي كوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعة الكهرباء هذا عامله مشكلة فظيعة عندنا، يعني الواحد كان متعود في رمضان اللي فات يفطر يكون في حاجة شغالة على التلفزيون، برنامج معين يعني سيدي متابعه، بده يفتح قرآن على الفاضي، فيش كهرباء، فيش أجواء لرمضان بتقدر تقول. الواحد لو عارف يفطر ولا عارف يتسحر ولا هو عارف يقرأ الامتحانات ولا عارف حاجة، ايش نسوي؟ ربك كبير. والله يعني الكل بيعاني على السحور من الكهرباء وهيك، انه امبارح يعني ممكن واحد يوقع، ممكن بضل في مشاكل دائما، كيف انه الشمع مش حتضوي شمعة يعني، والليدات بضل ضوها خافت ووضعها صعب دائما، يعني مثلا ما حصلش يعني انه نحط سكر او ملح بدل بعض، بس بتصير يعني بالكهرباء ومن غيرها. بكفي يعني الاجواء انه برا يعني بتطلع على الناس اللي حواليك، احنا هنا مش عايشين، انه برا يعني غير الضوء العادي بتلاقي اضواء وفوانيس. بالنسبه للكهرباء والسحور والفطور يعني اعتقد حتى 3 ساعات او 4 ساعات بتجيك، يعني نادر لما تصدف وتيجي الكهرباء وقت الفطور او السحور، فهذا مشكله كبيره طبعا، لانه اذا احنا عندنا بدائل زي الليدات والبطاريه واليو بي اس هذا مش حل اعتقد، وانا من حقي كمواطن اني اكل واشرب اكل منيح وصحي، والكهرباء 24 ساعه تكون جياني. المشاكل السياسيه وغيرها هذه يعني من المفروض ما تاثرش علي انا كمواطن، لانه احنا بنعاني كثير، صرنا من الكهرباء من ازمات كثيره، الكهرباء هي واحده من ازمات كثير في هالبلد.